حترت على مين بدي ازعل والله. نبال ضحية وتسنيم فهمنا انا متضايقة منها، بس كمان ضحية. اصلا عنا كل النسوان ضحايا. كنت عصب من تسنيم كتير وازعل، صحي كانت تحرق قلبي، بس ما فينا نقول الا خسرت ضناها. خدي لهي مشان تشربها وتهدى عليها، وأنا رح روح لعند نبال. هالمسكينة صايرة محبوسة بهالأوضة مثل السجن. طيب ماشي. يسلموا. صرتي أحسن من قبل؟ كتير خوفتينا. شايفة شو عم يعمل فيني أخوكي؟ ما هيك؟ وبفتون واللي اجتنا حتى انتي. يا تسنيم، انا وضعي غير، انا حبيت الزلم الغلط وكنت غلطانه بحق اهلي، كل شي عملته كان من غير ما افكر. ملاك، رجب شو عمل شي غير انه حبك؟ يا الله على هالسؤال، سحب سكين على نارين، ما شفتي شو عمل؟ ولعدنان طعنه مثل المجنون. ها، وانتي يلي قلتيها كان مثل المجنون، معناتها جننوه للزلمة. وأنا كمان سحبت السكين على نبال، فكري يا ترى ليش؟ رجب كان بده يتزوجك وتعيشوا مع بعض يا ملك، كان بده يبني معك عيلة. إيه، بس لما فهم ما رح يقدر يساوي هيك قتل حاله. الله أعلم كيف هجم عدنان وقت عليه، أكيد حشره بالزاوية. طبيعي رجب يكون أخذ السكين من إيده مشان يبعده ويدافع عن حاله. صدقيني لو بده يقتله كان قتله يا ملك، بس ما كان بده هالشي. ما شفتي شو صار وقتها لما أجا لهون رجب؟ تذكري شو قال. تحركي من هون، أهلك ما خلوا لي غير هالحل، هن جبروني أعمل هيك. قالك ما تركوا لي طريقة تانية يا ملاكي. عدنان أخوكي جره للموت، وانتي رحتي اعتذرتي وبستي ايده، وهو لهلأ ما قالك حتى كيفك يا أختي يا ملك. انتي ما قالك وجود، كأنك انتي متي كمان. قولي لي بالله، سأل شي عن خاطرك؟ قولي. أصلاً هو مو مهتم فيني ولا بمشاعري أبداً. مزبوط. انتي عم تتعاقبي على شو يا ملك؟ ونحن عم نتعاقب على شو؟ أنا والكنة فتون كلنا. بدي آخذ بتارك يا بنتي، بدي هدو فوق روسهم لهالقصر، أنا بورجيهم. أنتي لا تقلقي أبدا. شو ممكن يكون رقمه سري هادية؟ خليها تلاقي موبايل، في سر كتير مهم مسجل فيه، ووقتها رح تعرف إنه معي حق.